اليوم تقريبا الساعة بثمانية، 8:30 مساء، راجعت المركز الصحي مال الدير، كتبوا لي علاج من ضمن العلاج هذه العلاج الطونيا، فهسه جاي افتح بالعلاج ماكو. ها على حبة حبة، ها شوفوا ماكو، هاي سخوب جديدة، ها بعلي بعلي تفضل، ها هاي ها هاي خاف يقولون مفتوح جديد، ها جديد كل شي ما بيه، ها ماكو، هاي كله فارغ. يابا وزير الصحة تفتوا علينا وباعوا الحالنا، اخير شي حتى هاي طلعت هم فضائيين، حتى الحبوا فضائيين، شني هسه موظفين فضائيين افتهمنا، بس مع الحبابي فضائيا ما هاي صعبة هاي.